طبعا يعني ما اقدرش ما اخدش كابتن فتحي مبروك طبعا نجم النادي الاهلي، ولسه كابتن عبد اللطيف امام كان بيقول لنا كابتن فتحي كان دايما يعني في زياره كابتن طارق سليم بيطمن عليه كل يوم. كابتن فتحي ازاي حضرتك؟ ازيك يا كريم؟ الله يخليك كابتن فتحي، ازاي حضرتك؟ البقاء لله طبعا، حياتك الباقيه يا بنعزي حياتك نفسنا وبنعزي مصر كلها في كابتن طارق سليم. والله بنعزي مصر والنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل يعني احبائي الكابتن طارق سليم الله يرحمه. ربنا يرحمه يا رب. ويعني كل الكلام ان كابتن فتحي كان قريب جدا من كابتن طارق سليم وكان متواجد معاه دايما وبيزوره دايما وبيطمن عليه دايما من فتره كبيره، مش الفترات الحاليه فقط يعني. كريم بص، انا الحمد لله يمكن الكابتن طارق بتربطني بيه علاقه قويه جدا 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 من زمان. ايوه يعني من زمان طبعا، في المرض حتى في المرض كنت بروح له المستشفى، في المرض كنت بروح له البيت، وانا يمكن اخر مره شفته هي اول امبارح كنت معاه في البيت. ايوه وكنت في زياره ليه، وامبارح بقى حصل حتى البنت حنان اللي هي بتبقى مقيمه معاه دي كلمتني في النادي، الحقني يا كابتن فتحي الكابتن طارق مش قادر ياخد نفسه، تعبان ومش قادر ياخد نفسه. قلت لها حاضر يا بنتي انا جاي لك في السكه اهو، وخدت عربيتي فعلا من النادي وابتديت اتحرك، ولكن البنت قالت لي يا كابتن احنا رايحين مستشفى الانجلو. ايوه رايحين مستشفى الانجلو اللي هي جنب اتحاد الكوره، اللي جنب اتحاد الكوره. وانا فعلا عبال ما رحت وطلعت مستشفى الانجلو، الدكتور قابلني هناك قال لي يا كابتن بلاش تدخل دلوقتي لان احنا الكابتن طارق في حاله يمكن سيئه شويه، حاله سيئه شويه، بنرتب له انابيب وبنرتب له محاليل ومش عايزك تشوف المنظر عشان حتى ما يبقاش نفسيا يعني نفسيا تبقى متنشن. المهم مشيت امبارح، والحاجه الغريبه والله يا كريم سبحانك يا رب، امبارح كان عيد ميلاده يا كابتن. كان عيد 79 ميلاد. والله العظيم يا كريم هشام سليم، انت عارف هشام سليم طبعا ممثل الفنان الكبير طبعا كان كلمني، كان بيكلمني اول امبارح هشام، قلت له يا هشام عشان خاطري كان في طبعا بينه وبين الكابتن طارق يمكن شويه مشاكل كده ومزعلانين من بعض. قلت له يا هشام عشان خاطري، عشان خاطري لازم تروح لعمك ولازم يبقى في صله الرحم، ولازم تحس الراجل ان انت واقف جنبه في المحنه. وبغض النظر عن اي حاجه، عن اي زعل، عن اي حاجه، هشام عشان خاطري، عشان خاطري انا لازم تروح. قال لي بص يا كابتن فتحي عشان انت، والله عشان انت قلت لي كده لا هروح معاك، بس اديني فرصه يومين، اديني فرصه يومين ونروح سوا انا وانت. قلت له خلاص يا هشام ووعد وان شاء الله، شوف انت خلص اللي انت عند اللي عندك وهنروح سوا. وخلاص انا قلت له يا هشام عشان برضه الراجل انا حاسس ان هو يعني ايه، خلاص انا بقول له حاسس كده ورا حاجه بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا حاسس ان الكابتن طارق يعني خلاص في النفس الاخير عشان خاطري يا هشام. والراجل واقتنع هشام جدا جدا. لقيت انا امبارح اما للساعه 11 بالليل 11 وشويه كنت معاه في العنايه المركزه، والدكتور قال لي لا يا كابتن بلاش تدخل له وتعال. انا جيت يمكن عشان كان المدام هنا في الساحل، جيت وهشام كلمني الساعه 1:30 الظهر، هشام نفسه اللي كلمني. أيه. قال لي يا كابتن فتحي انا مش هقدر اجي معاك للكابتن طارق. قلت له يا هشام انت مش متفقين؟ قال لي يا كابتن فتحي البقاء لله. خلاني والله العظيم يا كريم ما بقيت قادر انطق، ما بقيت قادر انطق. قلت له يا هشام يعني انت كنت في نيتك ان انت تشوفه وربنا يكتبها لك ان انت برضه في صله الرحم والكلام ده. وانا بقول لك في زياراتي للكابتن طارق على طول، يمكن الكابتن طارق من الناس اللي انا بقول لك كنت متواجد على طول، يعني كنت متواجد على طول كل يوم، كل يوم عنده، كل يوم عنده. والله ربنا يرحمه، لان الكابتن طارق كمان من الشخصيات الجاده جدا، الشخصيات الصادقه، الشخصيات الصريحه لاقصى درجه، يعني ممكن يبقى زعلان من حد بس صريح. ايوه وكوركت، وشخصيته يعني شخصيته من الشخصيات فعلا شخصيات عائله سليم. ايوه اللي احنا كلنا بنقدرها وبنحبها، وانا والله العظيم بتألم من جوايا، حتى لسه المدام قاعده معايا دلوقتي بتألم من جوايا. بقول لك كابتن طارق لما شفت اول امبارح حسيت انه يعني خلاص في الرمق الاخير او في النفس الاخير. ربنا يرحمه يا رب، رحمته طبعا يا رب. يغفر له اكيد، يعني طبعا هو مثال وقدوه للاهلاويه كلهم كحب وعطاء للنادي الاهلي طول عمره، يعني طول عمره، يعني طول عمره سواء في منصب الرئيس في منصب المسؤوليه او وهو مش موجود حتى بشكل رسمي. والله وكان يوميا متواجد في النادي الاهلي، يوميا يعشق النادي الاهلي. ربنا يتولى برحمته ويرحمه ويثبته يا رب عند السؤال كده، وكل الحاجه
الجميله اللي في الكابتن طارق ان شاء الله تبقى يا رب ان شاء الله يسهل عليها ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وبنعزي النادي الاهلي وبنعزي نفسنا والرياضه المصريه وبنعزي عيله ال سليم كلهم طبعا في وفاه الكابتن طارق سليم. وزي ما قلت لكم بكره ان شاء الله صلاه الجنازه من مسجد مصطفى محمود بعد صلاه الظهر، وايضا يوم الاثنين باذن الله في مسجد عمر مكرم عزاء الكابتن طارق سليم. عطاء كبير جدا للنادي الاهلي